أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. الدرس الثاني من هذا الأسبوع، طلبة الصف السادس، أود أن أخبركم أننا سوف نبدأ بدرس بعنوان قضاء الصلاة. في هذا الدرس سوف يتعرف الطالب أن لكل صلاة مفروضة وقتاً محدداً يحرص المسلم على التزامه، فمن فاته أداء الصلاة في وقتها فعليه قضاؤها. فمن شروط صحة الصلاة، وهي الأمور التي تسبق الصلاة ويتوقف عليها صحتها، فلا تصح الصلاة من دونها، كمثلاً استقبال القبلة. ولا بد أن تعرف عزيزي الطالب أن الصلاة من أهم العبادات التي تقربنا إلى الله تعالى، لذا ينبغي لنا المداومة عليها والمحافظة على أدائها في وقتها، فمن تأخر عليها آثم. أما فيما يتعلق بقضاء الصلاة فهي أداؤها بعد فوات وقتها المحدد، سواء كان التأخير بعذر شرعي مقبول أو عذر غير مقبول. بعد ذلك سوف نتعرف إلى حكم تأخير الصلاة عن وقتها، فمن أخرها بغير عذر حتى خرج وقتها فهو آثم، وعليه أن يتوب، ثم عليه أن يقوم بإعادة قضاء الصلاة. أما بالنسبة لكيفية قضاء الصلاة، فعلى الطالب خلال هذه الحصة أن يتعرف إلى الطريقة التي من خلالها يستطيع قضاء الصلاة. يقوم مشروع الوحدة في هذه المادة خلال هذا الأسبوع على أن يصمم الطالب منشوراً مطوياً أو عرضاً تقديمياً أو بطاقة ملونة حول بداية ونهاية كل وقت من أوقات الصلاة، وذلك بالتعبير عن الأوقات بالرسم والتلوين من خلال الدرس الخامس قضاء الصلاة. وبكل تأكيد يندمج ذلك مع المجتمع الذي يعيش فيه الطالب، إذ إنه يقوم على نشر الوعي بين الطلاب بالإضافة إلى تقوية حس التوازن والمسؤولية لديه. هذا بالإضافة إلى أن هناك مصادر يمكنك العودة إليها للاستفادة منها أثناء عملك الجماعي. وتذكر أهمية أن تكون متواصلاً منسجماً مع المحيط في عملك. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.